الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. النهاردة عايزين نقول شكرا لحد عزيز وغالي على قلبي أنا كمان شخصيا، وكان ضيفي من حوالي 6 سنين في برنامج كلام من القلب على شاشة الحياة 2، وهو فضيلة الشيخ فرحات المونجي. الشيخ فرحات حد قريب من قلوبنا كلنا، ووفاته كان ليها أثر نفسي كبير جدا عليا. يمكن أنا اشتغلت معه شهر واحد بس، وهو كان شهر رمضان، ولكن الشهر ده أنا ارتبطت بيه نفسيا بشكل غير عادي. راجل كان حساس جدا وفاهم جدا وعنده وعي بكل شيء بيدور حواليه، وكان يعرف الأشخاص من أول ما يدخلوا عليه هم فيهم إيه. يعني كنت لما أدخل وأسلم عليه لو أنا زعلانة شوية يقول لي تعالي يا بنت يا لميا اقعدي جنبي وقولي لي إيه اللي مزعلك وإيه اللي مضايقك. فكان أب بجد بمعنى الكلمة، وعشان كده كانت وفاته كان ليها تأثير نفسي شديد جدا عليا، وقعدت يمكن فترة طويلة جدا حزينة حزن شديد، وكأنه بجد حد من أفراد أسرتي. لما قلنا نقول شكرا لمين في شهر رمضان، ما كانش ينفع ان يعدي شهر رمضان من غير ما اقول لفضيلة الشيخ فرحات المونجي الله يرحمك وشكرا وليك كل التقدير والاحترام. خلونا نروح نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. كان حبه لربنا مالي عقله وقلبه، وعشان صادق في إيمانه ربنا كمان حبه، فتح عليه بالخير وحبب فيه خلقه. الشيخ فرحات المونجي مين فينا مش فاكره، وبركة دعوته الجميلة وبشاشته. وإحنا السنة دي لما جه رمضان كل واحد فينا دعاله من قلبه وقلنا يا رب دعوتنا توصله ويكون دعانا ليه مغفرة ورحمة بحق ما أعماله في الدنيا كانت أعمال صالحة. حياتي أنا كانت حياة سعيدة وأكتر من سعيدة في فترة ما عشت معاه طول حياته. كان هو بيتمثل بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام في معاونته لأسرته ومعاونته لبيته وشؤون بيته، لدرجة إنه هو ما كانش بيتكل على أي حد يقضي لنا أي طلب قد ما هو كان بيقضي الطلبات. كان مساعد لزوجته في كل أعمالها. كنا بندخل من شغلنا أنا وهو يقف معايا ونحضر الأكل سوا ونشوف شؤون أولادنا سوا وكل حاجة معايا في حياتي. وبشكره وأشكره وأطلب له الرحمة والمغفرة ويوسع ربنا من منزلته ويكافئه كل الخير على اللي عمله معايا. من أهم الدروس اللي علمهاني وأحب أشكره أنه علمهاني إن طاعتي لربنا وتقويتي لربنا فيها صلاح حال أولادي من بعدي. تاني درس إن أقصر الطرق لطاعة ربنا أو لرضا ربنا معاملاتي الكويسة مع الناس اللي اداني فيها مثل حي في حياته كلها، اداني مثل إن إزاي المعاملات تقربني من ربنا أكتر. يعني كان بالنسبة لي كان أب وصديق وأخ، يعني ما افتكرش إن أنا في يوم من الأيام مثلا حكيت له على حاجة وزعقلي. يعني بشكره إنه خدني من طفولتي لحد اللحظة الأخيرة في حياته. الله يرحمه ويغفر له يا رب. أسس جوايا كل حاجة حلوة أنا بقدر أعلمها دلوقتي لأولادي. فخورة جدا إني بابا هو الشيخ فرحات السعيد المونجي، حقيقي فخورة ومبسوطة جدا. وبده أهم حاجة أثرها بابا فيها في حياتي العقل والحكمة. كل حاجة لازم نحاكم فيها عقلنا، ما ينفعش نسيب مشاعرنا. كان الميزان في حياتي وأنا بشكره على ده، بشكره إنه هو علمني التوازن في كل حاجة. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وزكواتنا وسائر أعمالنا، واجعلنا من عتقاء هذا الشهر يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. لما البني آدم بيبقى سايب ذكرى جميلة بعد وفاته، الناس كلها تفضل تتكلم عنه وتترحم عليه وتفتكر ذكريات طيبة وقد إيه كان بني آدم صالح، بيبقى دي يعني الحاجة الوحيدة اللي بناخدها معنا في آخرتنا. ربنا يرحم فضيلة الشيخ فرحات المونجي، وبنشكره من كل قلبنا على العلم القدير اللي هو علمه لنا في حياتنا وعلى معاملاته الطيبة اللي كانت معنا، وشكرا مرة تانية. خلونا نتكلم النهاردة عن سورة الفاتحة، واللي ما ينفعش الصلاة من غيرها لأنها ركن أساسي من أركان الصلاة، ونتكلم عن أسرار
أسرار الفاتحة وأسرار القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ أحمد صبري، وأكيد برحب بصلاة حضراتكم وأسئلتكم، ولكن بعد الفاصل.